خويا ما سمعيتش. سكت عليا هذيك الموسيقى بحال جاي من الشفر. جا امول الدبلومات كاع كلشي عطيتيه الدبلوم. وانا اخويا باقي يلاه تجينا جيب لي انايا لا كارت. دابيك انت الاول اخويا. خويا الاسم تاعك ما عنديش في الليسته. دير مجهول اكس دبلوم اكس. خويا قاصحه شويه ما يمكن. وانت باقي صغير على الدبلومات تاع الدبلوم. هذا خصو اللي يعطيه دبلوم. ميرسي بارك الله عليك استاذ. بونسوار تو المون. انا لا راه غير لبستها وليت نهضر فرونسي. لو الواعره هو قال لي سبع ايام وانا كنحسب سميتها ما عرفتها طز ولا طج طز ما حشمت كاع نقولها. الله يلا حشم. لا والسياسيين قال لي راه انا تحبني غير لبسني شي وحده تاع الدراري. قال لي لا راه بغيت القياس تيشوف شي دري صغير دايز وشدو ودخلو وقيس عليه. راه هي هادي. وباش واعره ملي كتشد الدبلوم تيكون عندك المجال مفتوح جميع البيبان محلولين. لا زوين هذا. لا ميرسي ليكول ام سي جنيكزيستي با. لا كلشي صغير هنا اللي عجبني انا تحابني تجي للروض. وصفت ليا هادو هما اللي جابوني جايين وهي تيضحكوا ما عارفين كانوا غاديين بيهم. تبارك الله هي اللي بغات ياك هي اللي بغات غنيها قدام ولا ولا. تنشكر ليكول ام سي على هذه المبادره هذه وانها عيطوا ليا. تنتمنى جميع الطلبه ان شاء الله على غيسيت ان شاء الله. والناس اللي خداو الدبلومات تبارك الله راه المجال مفتوح قدامهم. بلادنا راه زوينه ما كتب تضحك ما زويناش. ها هو مغدي بعشره الدراهم سير لكندا والله لا كليتي مسكه. وكنشكركم جميعا الحمد لله. القرايه ولات عندنا بخير فهمتي ولات مزيانه. شوف الناس زوينين تتقرا. زمان راه عرفتي تيعاودوا لنا والدينا وخوتنا الكبار بيزار تتقرا في قسم فيه 49 ولد وبنت دير وعندها شويه المسطاش هنا بحال شي فقيه في باكستان. وبتقرا عرفتي والله العظيم دابا راه تيديروا داك الفاغاجو فاغا بوبيير ماسكارا قسم كله وصل بصاغا ده. وقالت حدا حداك هذيك الدريه واكله الحلبه الاستاذ تيشرح في الساحه هذيك اكس لقاو شكون سلاوا الحل ديالها ولقانا شكون اللي تلقى الحمامه هنا. لا لا والله الا زعما قرايه مزيان تبارك الله عليكم الله يوفقكم جميعا. عرفتي ما حسيتش براسي اليز فات تنبان بحال عبيده ترمات الخارج. هو الحمد لله تنشكر كاع الناس اللي ساندوني ولا جمعيات ولا سميتو في الوعكه الصحيه اللي كنت فيها. تنشكر كاع الناس اللي عاونونا لا الفنانين ولا ناس حالو جاكم. شكرا 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 جزيلا وشكرا الله شكرا الوالدين الاسره الصغيره والكبيره وشكرا جلاله الملك محمد السادس الاسره العلويه حتى هما اللي دائما تيوقفوا جنب الفنانه. من الطرائف اللي وقعوا ليا في السبيطار والمرض ديالي فجانا النداء بيديوني في لومبيلونس. كانت معايا الوالده الله يسمح لنا بحق الوالدين. غادي في لومبيلونس بحال ما هكذا وخش غادي للرباط المستشفى العسكري في لوطور كاينه شي قرقاره الفوق ولا حنا في كازا فواياجور. الاخر تيشير ليه مازال ما جايش الطاكسي حاولي خروني. غادي في لومبيلونس بحال ما هكذا وانا نعس الوالده هي الدور عندي هي وليدي هاد لومبيلونس كاع ما كتقول وي وي لا راه حشمات مني تقول وي وي تولي كاميو. لا والواعره هو في شهر 8 حيت عندنا حنا درجة الحرارة في مراكش تنقيسوها إلا وصلت 40 تتسمى تيقيقت وصلت 50 تتولي تيججت تت 70 تيحيحي ناسي.
ناس في السبيطار والصهد، وداك المستشفى فيه الجناح، واخا ماشي جناح شوما تقول ليه جناح، فكير طريفت الجناح. لا شومبر الاخرى فيها العيالات ديري لهم كليماتيزور. انا وصلت وحده الليل مع الصهد، وعرفتي بنادم مكرفص ومريض ما باش يديني النعال، جريت الكاشه ديالي ومخدة وداخل غادي بشويه، حليت داك الباب العيالات تسمع ديك عرفتي لابارد الحال تديك النعسه. فرشت في الارض مع قوش بيا وانا النعاس تاتني عينيا. فقت واحد المراه كبيره ما كبيره الله شيبانيه، هي تشوفني مع 6 الصباح وتصلي الفجر مدخلين عندنا الرجال. قلت لها الواليده راه يطريبي انا لو الواعره ملي تيبي يسول عليك شي واحد كي بقيتي تيبيبي عليك كتصوني تقول لك بنا نشوفك كي بقيتي، لا انت اللي كي بقيتي انا اللي خاصر التليفون. لا لا مشكله دابا ولكن الوعره هو البارح قبل ما نجي لهنا حلمت راسي تزوجت. واش هاد الموني ما غنحيدوش؟ اش تاكل؟ لا لا علاش تضحك راه شوها عاتي الكواليس العرس كي دايرين. العروسه داخله ببلغه وانا داخل بسباطال باش نكونوا ميم نيفو. حطتني هذيك النقافه في ديك الكشكوشه هي دي ليا جوج مخاد، وغطتني بليزار باش ما نتورق، ما عرفت راسي واش مجوج ولا نطهر. عجباتك تضحكي راه الزواج هذا جاو بيه الزوري في العمارية داروني تفايط دقارو، عرفت راسي واش مجوج مرا ولا بنت دقارو والله ما عرف. جا عندي واحد السيد عرفتي كي دابا تاكل هدية والكادو داكشي هو يجيب ليا مسمنة، قال لي البرد هذا ها الكفر اللي باش تغطى ميرسي. المشكلة هو العروسة مشات كتشكى عند والديها اشنو ما كاين، قالت لهم راه ما تيولدش. مشكلة قالت لي يلاه معايا عند الطبيب. مشينا عند الطبيب، دخلنا عند الطبيب جلسنا حطنا بحال هكا، قالت لي شنو هو المشكلة هذا؟ قال لها راه ما كنولدوش ما كاين ولاد. عرفتي الطبيب بقى يضحك كي 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 قلت له ما كاس مالهم كتضحك اش هادشي؟ ويقول لي اه، قال لها الحمد لله ها هو فيه راجلك فيه ولدك الله يصلح باك. لا الواقع هو كاين واحد خصام، خصام فيه وفيه، كاين اللي تيتخاصم مع مرتو الله يحفظ السلامة، كاين اللي تيتخاصم مع جيرانو، كاين اللي تيتخاصم مع راسو. أنا مخاصم مع صحتي، هي كدير اليمين أنا كنشد اليسر، شادة معايا الكونترير، تنبغي نتهلا فيها ونتي على المحلابة نشد لها عصير باناشي وحلوى ملفي مازال ما ساليت. تضحكي انتي على باناشي ياك باناشي وحلوى، هي قالت لك بغات قهوة كحلة وكارو ما تخرج عليا. لا كنرجع من الخدمة مسخسخ مدكدك مدكدك، تنبغي نتصنت العظامي هي تفيقني في مصيص الليل بغات تصنت الشوب مامي، الصحة ديالي زوانية. وليت تنخرج من دارنا ديما لاوي راسي فوطة باش يقولوا لي الناس بالصحة والراحة ديما. واحد النهار صحتي نوضتني مع الصباح، اش بيك ما بيك؟ قالت لك بغيت نكمل عظامي. قلت لها علاش؟ عند بوك راهي العظام. وتمشي للحمام، هزينا الباكتاج غادي للحمام تق 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 يلا السلام. كشتي دابا الحمام عندنا حنايا فيه واحد السيده تبارك الله ما فضلتها قدامكم شاده لاكيس العيالات وترجال اوتوروفيرس طدوا الهوك وهوك. جيت لعندها وانا نعطيها 10 دراهم هي ترد لي 7 دراهم، انا فرحت تميت غادي، هي تقول اي اي بلاتي حبس حبس حبس. قالت لي كمل الطريفه 10 دراهم. قلت لها راه بحال ولدك، حسبيني بحال ولدك. قالت لي ما كاين لا ولدي لا والو. قلت لها راه 10 دراهم. قالت لي غادي تعطيني 10 دراهم كامله. قلت لها علاش؟ راه انا بحال ولدك. قالت لي ولدي وهذيك القويديمه. قلت لها هذيك هي تحيمه. قالت لي علاش تحمات امك؟ قلت لها على الربيع. قالت لي كاين شي ربيع كحل. قلت لها ولدتني في الجفاف. هزينا خشاوشنا تمينا داخلين الحمام غير سلت حوايجي كلشي هزو سخو هرب الفورمه ما كاينش. هزيت السطوله الحقيقه كون عطوني غلاقات تميت القطار القادم من مدينه فاس. تميت غادي
كشتي اللي ما عنده صحه ديما كتلقى حدا الروبيني هتقوب هنخب نغيا. جلست تما كان خوي عمر سميتو. كاين واحد القضيه كاين تبادل تجاري عندنا في المغرب التبادل الوسخي. حكوا لي داري نحكوا لك دارك. جيت عند واحد السيد قلت له واش تحكوا لي داري؟ قال لي مرحبا. جيت بحال ما هكا وانا نجبد ليه قومه. قومه قال لي واش انت عندك ظهر ولا ورقه الوساخ؟ دابا الا بغيت يشلل ليا خصو البلونكو. حكوا لي شللني داني في السطل بالصحه والراحه ديك انا داليا هو يشرقني بحال شي بابي مينيستر. حنا بحال هكا هو يصدمني جبد ليا الكيس ديك الخرقه ديال الحمام عطي دورو يا معلم كيبان ليا بحال شي بقعه ارضيه في طمنصور. خاصك الطوبوغو الا بغيت تحك ليه شتك تا دير ليا هاك نحبس اش اربيط انت نجي بحالي اش الصهد وانت بغيتيني دخلتي في وسط الماء توصلنا الحمام نخرج انا عريان